صباح الخير. فتح الصلاة بالظبط كده، وان ورقه الاجابه للطالب تروح له حسب مادته. تمام. اسكندريه اخبارها ايه؟ الاسئله وصلت كل اللجان ولا لسه؟ وان شاء الله يعدي وموفق باذن الله. شكرا جزيلا. بدري شويه يقعدوا يملوا البيانات على البابل شيت، وبعد كده ياخدوا الورق الاسئله الساعه كام؟ 9 علشان ما يتضرروش. انا الحقيقه النهارده في ضيافه يعني سياده الوزير المحافظ طارق الفقي، وانا بشكرك جدا سياده الوزير، ويعني زي ما انت شايف ان احنا بنتكلم الجمهوريه من عندك، فيعني فرصه جميله حضرتك برضه تقدر تصبح عليهم يعني بعد اذن الله. صباح الخير على جميع الاخوه، وربنا التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ينفع الجميع في انتاج حاجه افضل من كل مره ان شاء الله باذن الله. شكرا معالي الوزير. استاذ خالد. ايوه يا فندم. خد بقى التعليمات دي، شويه حاجات كده عندك. الولاد اللي بيطلعوا يقولوا في فيديوهات ان احنا غشينا، الولد ده ورقه يتصحح في لجنه خاصه. تمام يا سياده اللواء احمد. الولاد دول يجوا. حاضر. بيطلع بره اللجنه بعد ما يخلص الامتحان بيعمل فيديو او يطلع يقول في برنامج انا غشيت. طب ما خلاص، مش انت غشيت؟ احنا هنجيبك وهنصحح ورقك في لجنه خاصه، اللي قدامك واللي وراك واللي جنبك ونثبت اللي انت غشيت. ده بعد اذن حضراتكم يعني الكلام ده يتبلغ. انا طبعا بقول اهو الكلام بصوت عالي عشان نبلغه لكل اللي ايه، لكل لجان غرف العمليات على مستوى الجمهوريه، وغرف تكلم الادارات، والادارات تبلغ الايه؟ اللجان. ان اي طالب هيدعي انه غش او عمل فيديو، ما هو ده إثارة بلبلة. هو ده على فكرة القانون يعاقب عليها، وهياخد حرمان سنتين أو حرمان سنة، وقد نودي النيابة العامة. على فكرة القانون عطينا صلاحية إن احنا نودي النيابة العامة. يعني عايز أشكر حضراتكم من هنا من سوهاج، ويمكن سوهاج محافظة ليها وضع خاص، إنما الحمد لله الأمور أفضل بكتير من السنوات اللي فاتت. على الدعم الأمني الغير عادي اللي احنا شايفينه السنة دي في سوهاج، ده بطل يعني. طبعا بطل يعني. انا بشكرهم شكر كبير جدا، لان بامانه السنه دي في انضباط غير عادي بالنسبه لموضوع الامتحانات. تمام الحمد لله. يا فندم، هو الحقيقه احنا اللي بنشكركم على الجهد الغير عادي السنه دي اللي بيتم. في الاول وفي الاخر احنا دورنا بيساعد بس مش اكثر، يعني احنا مالناش دور اساسي في الامتحانات الثانويه العامه قد ما هي مساعده او بنقدم الخدمات المطلوبه مننا، ولكن الحقيقه الدور البطولي فعلا اللي بتقوم بيه التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم طبعا تحت قياده معالي الوزير، وان شاء الله منتظر باذن الله ان شاء الله هيبقى في نتائج مختلفه فعلا، والدنيا كلها تحسها باذن الله، مصر كلها تحسها ان شاء الله. هي الثانويه العامه مسؤوليه عده وزارات معالي الوزير، والله يعني انتوا لكم دور كبير جدا فيها، التنميه المحليه عموما وكل الساده المحافظين. الداخلية هنا او الداخليه دورنا المساعده لحضراتكم، ولكن الدور الاساسي بتاعكم طبعا. فلازم نشكرك يعني بجد. لا يعني دي حقيقه. استاذ خالد لما بيتكلم على حاجات هو حاسسها يعني حاجات زي ما خالد ياسر بيقول سبيسيفيك يعني نوعيه يعني.